مع حضراتكم معايا عبر سكايب الان من الامارات الكابتن احمد حسام طه الحكم المساعد اليوم في مباراه الارجنتين والامارات. يا كابتن احمد مشرف ومنور. كابتن كريم، ربنا بحيي حضرتك وبحيي كابتن ضياء وكابتن جمال، منورين الدنيا. حبيبي النهارده انتوا اللي شرفتونا وعملتوا مباراه محترمه جدا يا كابتن احمد. متشكر جدا كابتن كريم. الحمد لله فعلا ربنا كان موفقنا جدا النهارده في المباراه. يعني ادينا اداء جيد الحمد لله. الفريقين كانوا يعني مبسوطين من الاداء التحكيمي، والحمد لله. يعني انا شايف ان دي فرصه كويسه ان تحكيم مصري يعبر عن وجوده خارجيا، وخصوصا ان الدعوه جايه من الاتحاد الاماراتي للاتحاد المصري ان التحكيم المصري الحمد لله يعني مطلوب خارجيا. احيانا بس بيبقى في العاب معينه في الدوري بتؤدي الى بعض السحابات كده اللي بتعدي على طول، لكن يبقى التحكيم المصري يعني انا مش انا بس اللي شايف، لا يعني حتى الاتحادات العربيه احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله حكمنا اكثر من مباراه دوليه مهمه في الاجندات الدوليه اللي فاتت، وكل الدربيات بتاعت الدوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت والسنه دي لو حضرتك رجعت هتلاقيها تحكيم مصري. صحيح. هما ليه هنا دايما نتحدث عن انه الحكم المصري ما بقاش مرغوب فيه عربيا وعالميا؟ ليه بنحس بكده رغم اللي انت قلته دلوقتي؟ ما انا بقول لحضرتك كابتن كريم بلغه الارقام حضرتك هتلاقي التحكيم المصري متواجد، هتلاقي التحكيم المصري بيحكم مباريات كبيره. يمكن التحكيم المصري مش موجود في نهائيات بتاع دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، ده بسبب ان الانديه المصريه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز بيوصلوا للنهائيات، فبالتالي انت من دور الاربعه انت مش هيبقى ليك وجود في تحكيم مصر. بالتاكيد. طيب احكي لي بقى عن اللقاء مع ليونيل ميسي. احنا بنفرح لما نشوف ليونيل ميسي في التلفزيون. دلوقتي انت بتحكم له. الحقيقه طبعا انا طبعا مبسوط ان النهارده بيصادف ان المباراه رقم 100 دوليا ليا. طبعا الف مبروك يا كابتن. بحكمها الله يبارك فيك كابتن كريم، هكون بحكمها لميسي. وطبعا ده شيء يعني انا مبسوط بيه. النهارده يعني كانت اجواء احتفاليه جميله، كل طبعا الناس مبسوطين ان ميسي موجود في الامارات. كان تنظيم جيد، الجمهور كله مبسوط مع انهم مغلوبين 5، ولكن كل جون هو بيجيبه هم مبسوطين جدا. دار بينكم حوار كطاقم تحكيم؟ دار بينكم حوار كطاقم تحكيم مع ليونيل ميسي؟ هو في بس كان طبعا هو رحب بينا ورحبنا بيه، وهو وكل لعيبه في النجوم في كلهم نجوم. احنا بنقول ليونيل ميسي يعني عشان هو ليونيل ميسي، بس كلهم نجوم يعني. انت عندك دي ماريا ودي بول واسماء كبيره في المنتخب الارجنتيني يعني. بالظبط حضرتك، كان هو حصل بيني وبينه موقف كده ان كان في فاول ناحيتي، في لاعب من الامارات من غير ما يقصد دافع على قدمه على وش القدم بالكامل، فانا حسبت له فاول، فهو بص للعيب قال له انا عندي كاس عالم بعد اقل من اسبوع، وبص لي قال لي قول له حاجه يعني. فيعني كان موقف لطيف، ولعيبه الامارات بصراحه لعيبه محترمه. وطبعا انت طبعا قلت حاجات يعني، ما قالك قول له حاجه، انت قلت حاجات اكيد يعني ما تزعلش الراجل مننا. الرايه اترفعت لوحدها يا كابتن. الرايه لوحدها ما رفعتهاش انت، اترفعت لوحدها. طيب بالمناسبه كنت مره يا كابتن احمد بتفرج على حوار لطيف جدا مع عدد من الحكام في انجلترا على سكاي يعني، واتسال احد حكام المساعدين تحديدا، قال له احيانا بتسرح او مش بتتعاطف، بتسرح مع لاعب نجم وانت بتتفرج عليه، فممكن في قرار يفوتك وانت سرحان في ادائه وفي شغله الفني في الملعب. بص يا كابتن، احنا كبشر اكيد يعني. أيوة. انا هبقى مبسوط ان انا بحكم انا مش ميسي بس اللي حكمت له. انا حكمت الاوباميانج، حكمت الاتسو، حكمت لمو صلاح، حكمت لنجوم كبار يعني. موهبته ساعات بتاخدك. موهبته ساعات بتاخدك. اكيد
بالظبط، ده اكيد بيحصل، بس برضو ماتشات اللي زي كده بيبقى الاخطاء فيها محسوبه عليك، صح. فبالتالي انت لازم تكون يعني وارد ان انت يعني تعجبك لعبه، تعجبك شوطه، تعجبك حاجه من الحاجات الجميله اللي هم بيعملوها، ولكن في الاخر لازم يبقى تركيزي في المباراه هو الاهم، عشان لو في خطا حصل ده هيبقى اكيد بيخصني انا بشكل شخصي، ولو احنا طبعا بنمثل مصر خارجيا بيمثل تسليم مصر يعني. بالتاكيد. عايز اسالك سؤال عام يا كابتن احمد، وانت من الحكام الكبار، حكام الدوليين المساعدين الكبار في مصر منذ سنوات، دخول تقنية الفار سهلت مهمة الحكم المساعد ولا قللت من مستوى إمكانيات الحكم المساعد؟ لا بالعكس، ده بدخول الفار حضرتك كان في مادة في القانون اسمها الحكام المساعدون، دي اتغيرت بقى اسمها حكام آخرون، ده معناه ان مسؤولياتهم زادت، بقى عندهم يعني ريسبونسابيلتي اكتر، فبالتالي لا انا شايف ان بالعكس، انت هي بس الناس احيانا بتفتكر ان انا عشان ارفع التسلل في الملعب ده انا باخده من الفار. صحيح. لا، ما فيش اي كونتاكت من الفار غير ان هو يكونفيرم على هدف، ان هو ياكده او يلغي هدف، في الاخر ما فيش كونتاكت بيني وبينه. صحيح. هو بيدي معلومه للحكم يقول له ان الهدف ده صحيح او لا، لكن اللي بياخد القرار هو الحكم المساعد. صحيح. وعلى فكره كابتن كريم، مش الحكم المساعد مش بس ان رايته لما بتظهر ده بياخد قرار، لا، في حاجات كتيره جدا الرايه ما بتطلعش وبيبقى ده قرار. الكوميونيكيشن سيستم هو بقى اجباري على الحكم المساعد ان هو لازم يساعد الحكم في الكوميونيكيشن سيستم، يعني ممكن اشوف فاول الناحيه الثانيه اقول له وهو ياخد برايي او لا، هو في النهايه صاحب القرار، لكن بنسبه 99% نجاح المباريات بيبقى مبني على الكوميونيكيشن اللي بين طاقم التحكيم كله. صحيح. كابتن احمد حسام طه، حكمنا الدولي المساعد الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.